اطلع الان على الاوبزرفر ديزاين. ايش عرفنا الاوبزرفابيلتي مره ثانيه نذكر حالنا؟ بقدر اني اعمل استيميشن للستيتس بعد فتره زمنيه معينه من مراقبتي لل اوتبوت. هلا احد الطرق السهله الاوبن لوب اوبزرفر ممكن اني كل اللي اعمله اخذ البلانت الموديل تبع البلانت A B C D وهي راح تعطيني هون Y of T او Y of S اذا بدك تسميها من هون وعندي هون U of T او U of S. هلا احد الطرق الستريت فورورد لو انا متاكد 100% من قيمه A و B و C و D وما فيش فيهم خطا 100% طبعا هذا مستحيل لانه انا هون الموديل بقدر ايش البلانت مش هيك؟ لو انا عارف A و B و C و D بامكاني اخذ U حطها هون BM يعني B للموديل واحد على S أي X أي A راح أحطها A sub M. هلا لاحظوا أنا ميزت بين AM و A وميزت بين BM و B وراح ميز بين CM. هلا نشوف ليش. هات هلا اذا وطبعا عندي الدي انا مش رح ارسم الدي هون بس عندي الدي كمان موجوده. هلا اذا كانت A تساوي تماما AM و B الحقيقيه تبعت الموديل تساوي تماما BM و C تساوي تماما CM اذا وانا نفس اليو اللي مدخلها هون مدخلها هون ايش بقدر اقول عن Y و Y هات متساويين. لكن المشكله في الحاله الواقعيه ايش؟ انه انا صعب جدا اعرف بالضبط انه A هي نفسها AM و B هي نفسها BM و C هي نفسها CM الا يكون في عندي خطا بينهم. حتى لو كان اول يوم بديت شغلت وتاكدت انه المودلز نفسهم ممكن بعد فتره يبدا في اختلاف بسيط ب A و B و C و D. حتى اعوض عن هاي المشكله بدل ما اخذ الاوبن لوب هاي الاوبن لوب فيرجن للاوبزرفر هذا كانه صار اوبزرفر هذا بحطه داخل المايكرو بروسيسور تبعي وبصير من هون اطلع الاقي اكس وين صارت واي وين صارت اكس عندي. هاي اكس هات صارت عندي اكس هات اكس استيميتد. فانا بستطيع الان لو عندي هدول ايدنتيكال لهدول انا قدرت اكس مش قدرت اكس كيف نسخت A و B و C حطيتهم هون دخلت نفس اليو فهون انا بتوقع انه Y of T مساوية ل Y hat فانا قدرت Y hat ومنها طلعت X hat و X hat صارت هي العبارة عن X1 hat X2 hat X3 hat X4 hat. لكن ممكن يكون في عندي الان اختلاف بين Y و Y of T هذا الـ open loop option. كيف ممكن الان اعوض؟ هلا لو كان A بيختلف عن AM و B بيختلف عن BM حتى لو اشي بسيط و C بيختلف عن CM ايش راح يصير في عندي بين Y و Y of T و Y hat؟ لو هدول ما كانوا بالضبط نفس الموديل بارامترز اللي انا حاططهم نفس الموديل ماتريسيز ايش راح يصير الاحظ بالنسبه لواي واي هات مختلفين شو ممكن اعمل تمام ايش الفيدباك ايش اعمل ايش انا اللي مزعجني بين واي واي هات الايرور اذا ايش اول شيء ممكن اعمله ايش صار عندي هون؟ y of t minus y hat of t او اذا بدك y minus y hat هذا صار عندي الايرور من هون. الايرور اللي صار موجود هون بمثل هلا هذا بدي اخذه هون على السيستم وراح ادخله هون. ليش بدخله هون؟ لانه راح يكون له هلا الدايمنشنز بعد ما اضربه في l راح يكون له الدايمنشنز تبعت x. بدخله شرط ماينس ولا بزيد؟
هلا بنشوف. سؤال ممتاز، سؤال ممتاز كويس. هلا بنشوف لازم نشتغل عليها، نشوف انه ندخله ماينس اضربه في ماينس ولا ادخله زي ما هو. اوكي، اذا واي اعلى من واي هات الايرور ايش راح يكون؟ بوزيتيف. واذا بده اذا الايرور بوزيتيف شو بدي اكس تصير؟ اياها تزيد، مش هيك؟ اذا واي اقل من واي هات معناها الايرور ايش راح يصير؟ نيجاتيف. واذا نيجاتيف ايش بدي الاكس تصير؟ تنزل. اذا ايش راح ادخله؟ خلص الماينس عملته هون، طرحت الماينس هون، هذا راح اضيفه لاكس. فاللي راح اعمله الان راح اخذ واي ماينس واي هات وراح اضربه في شيء اسمه ال. بايش كنا نضرب احنا بالكنترولر؟ كنترولر ديزاين بكي. وايش كانت الدايمنشنز تبعت كي بتذكرين؟ كي كانت واحد في ان، مش هيك؟ كانت كي 1 كي 2 لحد كي ان. ولما كنا نضرب كي في اكس كانت كي مضروبه في اكس ايش تعطيني؟ سكيلر. سكيلر، تمام. هذا هلا هون سكيلر، بس انا ايش بدي اطلع هون حتى اطرح من اكس؟ اكس ايش هي؟ سكيلر ولا فيكتور؟ فيكتور باي ديفينيشن. اذا بدي احول هذا السكيلر الى فيكتور، هون كان عندي فيكتور وحولته الى سكيلر، لاني كنت بدي ايش بدي اعمل فيه؟ بدي اطرحه كنت من واي اوف تي مضبوط، فحولته لسكيلر. هلا طلع على التو ماتريسز هذول، اذا ضربت هاي الماتريكس في هاي الماتريكس شو بتعطيني؟ سكيلر. طيب اذا ضربت هاي الماتريكس في هاي الماتريكس شو بتعطيني؟ فيكتور. واذا كانت هاي ان باي 1 وهاي 1 باي ان، ايش اللي النتيجه اللي بتطلع معي؟ ان باي. نعم. استعيد انه هلا احنا بدنا نوجد الايرور لانه في اختلاف صح بين القيم الاي والبي والسي مع البي ام والاي ام وهي. بعدين انا بدنا ناخذ فيدباك. انا اسف بس عفوا هون في غلط انا حطيته. بدي احول سكيلر انا لان هلا برجع لها. نعم تفضل. بس هون عنه عن النيجاتيف والبوزيتيف. طيب خلينا نطلع على النيجاتيف والبوزيتيف. سأل السؤال امجد، احنا بنقول هون انا طرحت واي ماينس واي هات، انا الايرور ما بدي اياه، مش هيك؟ الايرور سيء سواء كان بوزيتيف او نيجاتيف، لكن وطبعا لازم يكون ايرور لازم اطرحه، ما بصيرش اجمعهم، ما لهاش معنى اني اجمعهم. انا عمالي بقول واي مختلف عن واي هات، ما بصير واي تكون مختلف عن واي هات، فبطرحهم الاثنين من بعض. لما طرحتهم الاثنين من بعض اعطوني الايرور اللي موجود. هلا السؤال بيجي اخذ هذا راح يطلع معي هلا هون n باي 1، انا هناك غلط بس اللي حطيتها n باي 1 وراح اخذه هون الان. هلا هون السؤال، هيو هون السؤال بلس ولا ماينس؟ ها راح اخذ هلا اللي بيطلع معي من l راح يكون n باي 1 وهذا لازم يكون n باي 1. هلا اخذنا هذا اللي هو y ماينس y هات اخذناه من هون وبدي ادخله على هاي. هلا نشوف اذا y كانت اكبر من y هات معناها في عندي بوزيتيف ايرور، مزبوط؟ اذا y كانت اعلى من y هات المنطق بقول انه كانه x قليله وبدها زياده، مزبوط؟ فاذا بعد ما طرحتهم ايش بكون هون؟ بجمعها جمع، بجمعها جمع رح ترتفع x. اذا ارتفعت x شو رح تعمل بواي هات؟ ترتفع x هات على فكره. إذا ارتفعت إكس هات رح تزيد، وإذا زادت واي هات رح تصغر الإيرور، مظبوط؟ طيب إذا كان العكس، إذا كان هاي أعلى من هاي رح يكون الإيرور نيجاتيف، وإذا الإيرور نيجاتيف واي هات أعلى من واي، معناها إيش بدي أعمل بواي هات؟ بس هذا نيجاتيف، النيجاتيف شو رح يعمل في إكس هات؟ رح ينزلها، إذا هاي الإشارة شو بدها تكون هون؟ أوكي؟ نرجع للدايمنشنز، أنا معلش حطيت الدايمنشنز غلط هون، هذه هون سكيلر، وأنا الآن رح آخذ بدي آخذ ال، احنا هناك ضربنا كي في اكس، هون راح اضرب واي في ال. هلا ال الدايمنشنز تبعت ال راح تكون زي هيك، ال1 كي ايش كانت؟ 1 باي ان. ال راح تكون ان باي 1 ال ان. وهلا هاي اذا ضربتها في سكيلر، هلا بياثرش السكيلر ضربته بعد ولا قبل، بس احنا راح نضرب هون واي ماينس واي هات بهذا الشكل بالضبط. اذا ضربت هاي سكيلر ضربتها في هذا ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني ان باي 1، وان باي 1 هي نفس الدايمنشنز تبعت بس. نعم. بس انت الايرور دخلته بعد البي ام، فرضا كان في ايرور بالبي ام نفسها. مظبوط، راح يعوض بهذول، راح يعوض بسي ام واي، كويس كلامك، صحيح صحيح، راح يعوض راح يحسن الوضع مباشره من هون، حتى لو في خطا في بي ام. كيف بقدر اعالج بي ام اذا كان في لا خلص انت بتعالج اوفر اول، هلا هذا راح يضل السيستم يشتغل لحد ما الايرور يصير زيرو ما بين اثنين، مظبوط؟ بغض النظر عن بي ام، حتى لو في خطا في بي ام، ها؟
اوكي.